بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينه. جبت هاي من الأسواق، هذا شرينج يسمونه، شرينج مختلف القياسات. الفائدة من عنده هسه راح تشوفون الفائدة من عنده. يستخدمونه أغلب الكهربائيين، يفيدك بالمناطق خلينا نقول الرطبة، مناطق اللي تخاف يصير بها توصيل كهرباء، يعني مناطق بها حديد بها رطوبة. هذا أحسن من التياب، لأنه التياب بصراحة أحيانا التياب يسوي لك مشاكل. تياب الكهرباء هذا نستخدمه، احنا نسميه ستيشن أو تياب كهرباء حسب التسمية. هذا يسوي لك مشاكل دائما، فهذا يكون ناجح أكثر. الشيء الحلو وياه هاي القداحة، هاي القداحة تقدر تقفلها من ناية وتقدر تفتحها وتقدر تزيد الغاز. هذا يفيدك حتى من تخليه بالسلك مالته، لاحظ النار مالته شغلته كلش حلوة. راح اسوي لكم عليها ممارسة حتى تشوفوها، تفيدكم انتم كمصلحين بالبيت. بها كمية هواية طبعا، هذا سعره 3000 دينار كليتها، وهاي سعرها 2000 دينار، يعني كليتها ب 5000، بس الفائدة مالتها كلش قوية. نفرض عندنا توصيل وايرين هذني، راح نحمهن ونشوف شو راح نسويهن بالشرينج. نجيب الكاوية ونلحم عليها. بالبداية لازم نلحم كل وحدة بمفردها، راح نجي نلزقهن. بعد ما اللزقين قوي طبعا تقدر تبرمهن كيفك انت، هذا الصولدر كلش قوي طبعا. راح نجي نجيب الشرينج القياس مالته اللي يوالم وياه، لاحظ هالشكل، وراح نجي نستخدم الهيتر هذا حتى شنو، لاحظ هنا يأمن لك عدم توصيل الرطوبة والتوصيل مالته كلش مربوط. زين عيني، لاحظ صارت شغلته كلش مضبوطة وكأنما السلك نفسه. هنا يأمن لك عدم دخول الرطوبة إليه ويكون متماسك قوي جدا وما يسوي لك أي مشاكل من ناحية توصيل الكهرباء. هاي العملية بصراحة كلش مفيدة، تفيدك بالأفران الكهربائية، بالمبردة البلاستيك، حتى بالمعطورات تقدر تسويها. قياساتها مختلفة، أكو أكبر وأكبر وأكبر وأكو أصغر بالنسبة للأسلاك الرفيعة. حبيت أفيدكم بهذا الموضوع لأنه صراحة كلش مفيدة، تغنيك عن التياب، لأن هذا التياب صراحة دائما من الرطوبة يوقع أو بالحرارة يوقع. تقدر إذا تريد تزيد عليه الأمان تقدر تلف عليه تياب أكثر أمانا. تحياتي لكم وشكرا لكم.